التحالف الأكثري الوطني يسعى دائما لفتح أواصر الحوار مع الجميع، وبالتالي هنالك أواصر حوار مفتوحة أصلا سابقا بشكل فردي، لكن حاولنا أن نتوجه بشكل جماعي ونحو لقاء تشاوري وجمع جميع الأخوة من الساحة المدنية والتشرينية والشخصيات الوطنية على طاولة واحدة في نقاش مفتوح من أجل توحيد الجهود والتقدم بشكل أكبر نحو الأمام، باعتبار أن الفاعل السياسي اليوم يحتاج إلى رقم قوي قادر أن يمثل الساحة السياسية المدنية ليعدل معادلة الواقع السياسي المربك الحالي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الاجتماع اليوم أو اللقاء التشاوري تمخض عن تشكيل لجنة، هذه اللجنة ستكون معنية باستدامة الحوار وإيصال جميع الأطراف إلى نقاط اشتراك جماعية حتى ينطلقون تحت سقف واحد بمشروع مدني سياسي موحد. تنزل الانتخابات؟ لحد الآن الرؤية الفاعلة داخل تحالف الأكثرية هي تشكيل كتلة سياسية قوية من خلال الدخول إلى عالم الانتخابات وتقديم مرشحين كفؤين بشخصيات مهمة داخل المستقبل.